يشرف النادي على تدريب المنتسبين بالعضوية على الطيران اللاسلكي، طريقة تعليم الطير في مطاردة الطيارة اللاسلكية، من ضمنها في جوائز تحفيزية مسابقات تضمن الثلاث المراكز الأولى، وبعد إن شاء الله السنة عندنا طرح جديد إن شاء الله ونوافي فيه الجمهور إن شاء الله. احنا مشاركتنا لهذه السنة في معرض الصيد الفروسية، احنا كفنانين ان كيف احنا جايين لأرض الإمارات من السعودية، نبغى نوصل رسالة حبنا ولشعب الإمارات لحكومتها، فاحنا جايين هنا مشاركين مجموعة لوح من سمو الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد وللشيوخ جميع، فان شاء الله انها تنال على اعجاب الشعب الإماراتي. صندوق السنة هذه مشارك في جناح جديد يحتوي كثير من المعلومات والأقسام، من أهم الأقسام المتواجدة عندنا هو قسم مناطق انتشار الطبيعي للحبارة سواء الأسيوية أو شمال أفريقي، أيضا يحتوي القسم آخر أرقام الإنتاج والإطلاق اللي تمت 2018 والدول اللي تم إطلاق فيها هذا الطائر. ممكن الناس تزور الجناح وتتعرف على الحبارة عن قرب، كيف تكون شكلها، شو أهم خواص هذا الطائر، وممكن يسألون المختصين المتواجدين في هذا الجناح. تواجدنا المشاركة الوطنية في معرض الصيد الفروسية، هذا معرض مهم بالنسبة للقطاع، قطاع الصيد، قطاع الرماية والهواء، زوار متكررين، زوار من كل دول الخليج الحمد لله يجونا للهواية أول شيء، وثانيا طال عمرك رماة، ثالثا صيادين وأصحاب الاختصاص، يعني هو يكون ملتقى للرماة والأصحاب التخصص هذا من كل مكان يجون يزورونا الحمد لله. إذن يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أهم المعارض في المنطقة، والذي يستمر على مدى 5 أيام بمشاركة محلية ودولية وعددا من الأنشطة المتنوعة وعروض تناسب جميع الأعمار. من العاصمة أبوظبي لقناة الظفرة، فهد بن جساس.